السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله، ويا رب يكون الجميع بخير. نشوف هذه الوردة الجميلة، مع أنه يعني بنقول أنه الورد سبحان الله أحياناً بيكون له رائحة، وليس له رائحة قوية مثل الأزهار، ولكن هذه سبحان الخالق لها رائحة جداً جميلة. أنا حطتها طبعاً داخل البيت، ما شاء الله تبارك الله، يعني معبية المكان برائحتها. يشوف هذه ما شاء الله تبارك الله لسه ما فتحت معنا. هي هذه النبات قبل كده تكلمت عليه، ما شاء الله تبارك الله من المتسلقات. شوف وردته نفس شكل الوردة اللي هي موجودة. طبعاً أنا دائماً أذكر عندي في السناب شات أو في صفحتي في الانستغرام أو على اليوتيوب في شروحات كثيرة دائماً بنزلها عن النبات، إنه كل نبات سبحان الله هذا مستورد من هولندا، بتيجي عليه اللي هي التعليمات. نعطي نفسنا 5 دقائق فقط إنه نشوف تعليمات هذه النبتة. هنا واضح عندنا معطينا إنها بتعيش في داخل وخارج المنزل، هنا إضاءة يعني زي كده ظل داخل البيت، طريقة السقاية، طريقة السماد، إنها بتطلع ورد، درجة الحرارة اللي هي بتعيش فيها إنها غير قابلة للأكل. دائماً بتيجي زي كده عليها ملصقات هذه النباتات، أو بيجي عليها اللي هو الباسبورت تبعها. واضح عندنا هنا هذه تبين معانا إنها هي مستوردة من هولندا. نيجي نشوف هذه الوردة ما شاء الله تبارك الله، جداً شكلها جميل ورائع، ورائحتها سبحان الله جميلة جدا. طبعا كل ما نعطي النباتات هذه اللي هي بتطلع ورود أو زهور بنعطيها أسمدة عالية الفوسفور، بتعطينا إنتاج جميل زي كذا. طبعا لا ننسى حكاية السقاية، نجي نشوف تربتها مبلولة سبحان الله. هذه المعطرات أو هذه الورود زي النعناع زي الحبق زي هذه تحب الماء الزايد بعض الشيء، ولكن مو الكثير لحد الغرق انها تموت معنا، ولكن تحب الماء الزايد.